انه معالي وزير العمل المحترم صرح قبل فتره وصلنا الى اكثر من 300,000. حقيقه العدد وصل 364,000. نعم. بس من خلال التدقيق والمتابعه مع بيانات وزاره الصحه وقاعده طيب. بيانات الوفيات خاصه. نعم. طبعا العدد يقل. صح انت صدرت هاي العدد، بس من انت تلقى وفيات على المنصة وعندنا يوزر للدخول على احصائية الوفيات وتحديث يقل العدد. طيب. فبالتالي نعم العدد اكثر من 300,000 مستفيد. والتسجيل الاخير اللي تم تسجيل العدد صار. التسجيل الاخير المواطن فتحنا التسجيل ابتداء من 1/5/2023 العام الماضي العام الحالي. نعم. ولمدة 4 شهور. طيب.